بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحين معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحينا. معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحينا. وصار لنا كحارسنا من الغارات يحمينا هو المنهاج نقرأه إلى الجنات يدعونا. سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادينا ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا. سيبقى العزم مركبنا يشق بنا الميادينا ألفنا المجد نعرفه ولا نرضى به دونا. وإن تسأل عن العليا فمعنى وصفه فينا وها نحن وقد بتنا نرتله مصلينا جوار الكعبة الغرة تواعدنا له حين فرتلنا وتبرنا وتجويدا وتلحينا. جوار الكعبة الغرة تواعدنا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. كتاب الله حادينا يؤم بنا ويحدونا منارا ضاء في يدنا ينير الدلج يهدينا. حفظنا حرفه لفظا حوته صدورنا زينا وعشنا معه في عبق يعطرنا الرياحين معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار لنا معلمنا بروح العلم يحينا. معانيه تبصرنا تنير الفكرة عنينا فصار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب إن شاء الله تعالى سيدة الله والسعوتان با أما إمام كبو إعلامي وحن هرفة دي عاوة شيخ محمد عبد أمل ورنتي عن نصيب إيالاني إن أمركي لبات ودن كيمال جودي بغن ألوب بكيي يصابة دات لوكينة دارتور إن شاء الله تعالى عاوة هلقنا يوتيوب. كلمة عاوة وسو جيدين دون الشيخ وحي نقوم دون تا ودد الله مارو عزة الله سبحانه وتعالى الطريق إلى العزة. انت وصن شيخ قال أنين وحن ربا قابك يقصو عن دون تينا الشيخ نو الشيخ كلمة دي سايا هرين إيسا سؤالي جوابه باكو تيك دونه وحددا صلاة عشاها وحدب لو قولي كوبي سديد أيام لقليا صلاة عشاء إن شاء الله تعالى القاب كسيين كوس عدون تقف كي ورقدي سسوق ورس عشاء أيام إن شاء الله تعالى لقي جواب الدونا وح موضوع كوس أصلا أول فهمي كرنا فهم مدينا في عن تهي إما سوق هذا إن شاء الله شيخ يكوري جنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة كلمة إن شاء الله سيدنا لك شيء وعيكو سابسنتهي الطريق إلى العزة أما معالم الطريق إلى العزة عزة معناها ذوحوي الرفعة والكرامة والقوة شرفت هي سرينت هي أود هي حق شدك الله مراوي طريق الله مري لها هي طريقة سي أستامه سه هنا وحكة المال ومسألة ما أنت أيوب هيه مسلمين تو سكوت سجارة أيوب أنت هاي ومدى لقد أنكوها الله يكوها لش بحي لي مسلمين تسيقوت دلي هي ضعف هي كرامة الربا سارا سيقارنا إنك مد أنسي يظل الله بأينا سارا باهي بدل وحلو قبل بركة إن هذا الطريق لجذب حلها دلية وكرامة يعز الوجار لها إن لفهمه طريقة ولا جمرمان مركي لفهم كذب بيقاد دي سو إيمان كرتاجت كائن لقاب كلمة ذني مكة وحيون كقيب قادنا يسائنا افتي منه أما فردها أهات أما مجتمعها النقط أما دولتها النقط تتكين له مرائنا العزوذة وكرامية الشرف أدي الله تعدوني أخربا إن الحوقي ستوت ضعفك كبحر طريق الله مرائنا وحكة المعنى خاصة ضدك مؤمنين تاع إلا سنة ربانية ترى سبحانه وتعالى وأمضها أما أفراد أو مجتمعاتك سنة واحد شراء أي كحي وقيستان هي سنة أي كضعيفة ميت قود باكرتا هي ميت قاروا المسلمين وحالت قال لي نوحو المسلمين سيديبك وعزو بكران دولينك قبل حكران بضبك كبادي وحوي الإيمان الصحيح والعلم النافع إن إيمان صحة لليمات ومبادئ ذي إن رمينا الله إن فري إيمان صحة أنشك كتشر إن الله نمان وقضب توحيد صحة يكتير سنان الله إلا ليماد قضبك كاحيقو اسكو ميل أي كوشي قيه وحويان ومدو إلي التهي ومد علمي يأقون لي أما فردي هدو يهروح وكرامة دون يأقون يهي أقون يعلم لي لماذا قضب هل آيضو الله قوة الشيخ سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قد
dadka iimaanka laga helay oo idinka idin ka mid ah iimaanka dhabta la yimid iyo kuwa cilmiga u saaxiibkee aqoonta la siiyey oo mu'miniinta ka mid ah Allah subxaanahu wa tacaala kor buu u qaaday wuu cizeeyey wuu sharfay darajooyin baa kor loo qaaday maxaa keenay in kor loo qaado aliimaan والعلم النافع وانا تامد الله سبحانه وتعالى وكتلوامي آيات كتلوامي إيمانكنا ومبدئي وعقيدتي محايا لي فردك أو مجتمع هدوسا إيمانك يا توحيدك يا عقيدت أصحنين إنو عزوبة إسكتنا فيه قيدها إي حيواناتك iyo cinka iyo kuwa dhintay oo waa horoba qabuur galbay oo la falafoobo dhamaaday buu ka baqaa waxaas wax moodaa waa dulloobaa marka sumada arag dadka aan tawxiidka iyo iimaanka u saxsanayn noloshooda dhan waxay ku dhammaanaysaa waxaan qiimo badahayn bay noloshooda ku dhammaanaysaa mid qabri buu kor fadhiyaa mid dhintay buu wax ka rabaa mid jin buu ka baqahayaa isagaba noloshiisii oo dhan jin xiriirkiisii iyo yacni cabsidiisa noloshiisii qaadatay mid xoolarkiisa geed buu isku tirtirahayaa wax moodahayaa mid dhagax buu wax moodahayaa marba haddii bini aadamka tawxiidka iyo iimaanku ka hallaabo wax jira maaha saas daraaddeed alcizza asaas waxaa u ah aliimaanu asaxiix alcaqiida asaxiixa altawxiid baa asaas u ah khaasatan dadka ahluliimaanka مسلمين تضعف وحكوي مدى أي هوس ودعان أي دلوبان مركا كإنحرافان إيمانك السحة ها أو توحيدك كإنحرافان أو شرك إيو كفر إيو دين حماء وإنحرافان قدب كلام هذه آيات تلمانتين وعلم أو علمك والله قوض علم الكتاب والسنة لأن علمك مركا لإطلاقه قرآنك إيو السنة مركا علم إطلاقان وحل قوض علم الكتاب والسنة كتاب الله سبحانه وتعالى هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم علمي قوضة علمي قاسي واكا أمضى برية أسبابتي أي كل عزو بله واكا برية أسبابتي كد الله بله يتسأل وقفقات واكا برية عدو قيادة برية واكا برية قاف قوة تحذر له واكا برية صحيب كيادة برية واكا برية ضريقي أي أمر الهيد ما أدده هدى أنكه الله إنه عزيه أمضى برها دي مركة علمي ويدو أيضاً كرامة إيو أود إيو شرف إيو وإس دايان روح هدو يهي دون يهينو عزوبنا لابد من الإيمان والعلم النافع هدو مجتمع يهينا لابد وإنه مجتمع إيمان كي سنة سحسين يهي وحاق بابين ينقو يهي علمي قاس كتاب كلاه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى وكقرآن كسيد وكاليتو كتل مامي من كان يريد العزة فلله العزة جميعا روحي أود هي الشرف هي السرين دون يوم عزة أردن إلهي بأسكاله فلله العزة جميعا ملك لها كرها دين الله سبحانه وتعالى بهيسته السجان القيبية سين تؤسين ينا أسباب بؤية انت أوسيي بأعزي سن عزة دون ما تبقى عن تيسي بجرته كودوننا ود اللين مد كدونا لو الحسين سجى قيبنا يا رب سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله سبحانه وتعالى سجى أي ملك كان له كون كان سجى مامولا عد دونو دلاء عد دونو نوليا عيدو دونو بقرطو يسيسا عيدو دونو لو كسيبا وو كقادا عيدو دونو أيو عزيا وأود إيا الشرف ويا لا إيا سرين عيدو دونو لو ودو ليا الله سبحانه وتعالى مركا إساقا قاعد يسيكو شرطا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلهي با عزة إسكاله لله وحل إلى هذا تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر بالله وحي هاي دينو الدمبيو لقد هدي لهرمريو وحو فائدة يا حصري يا قصري
فلله جاري مجرور هو خبر مقدم وفي موضع الخبر ومقدم أول وحلوه المريا وحي ليهين يفيد الحسرة وعزة أردن الله كيرجي بأسكاله الله كيرجي بأسكاله هذا ما حال دوري لي جميعا أيضو إذل حال قلقت ميسمركا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كلمة وناكسن إلهي حقي سيقفه شاي وكرب آدا وحال كري له عملك صالحة وهي علمات إليه مركي ربي أوي عزر روحي دون يو لما أنت إلهي با إسكاله وحك جملة الله دور لغي وحي موشين إيسا إنه سبب التهي عزيز إلهي قارد ومحي تهي وحل يري إليه يصعد الكلم الطيب الكلم الطيب وتوحيد الكلم الطيب ولا إله إلا الله والعمل الصالح يرفع هنا وعمل كي يتقن كي يفلنتي كلمة دوا معناها وأيدي لما يريدون أن يجدوا كلي كدق انتهي عز إلهي باهيو خسندها عزة إلهي قعنتي سيكوتشران طريق الله مرنا وحوي وتوحيد عمل صالح توحيد عمل صالح فره وكا خزن ده عزده وحفر كرو إله إلا جه لكرا وحويان الكلم الطيب هي عمل صالح أسباب تكمل نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه منافقي رأس المنافقين منافقين تؤذي قوها عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق مركي النبي كويل صلى الله عليه وسلم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل سعدال بالوشري دولان بالوشري مركز سوء دولان كل وشري النبي قال الله صلى الله عليه وسلم أيوحو يلهدان مقالة مدينة أنا قرنا ولا ميتك عزيق بضني مقالة وكساري ميتك الدنيا بضني ميتك عزيق بضني سقع اسكوان ميتك الدنيا بضني النبي بقوة ده صلاة ربه وسلام عليه الله سبحانه وتعالى أرنتي كورما وحوري يقولون ومنافقين لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ساسلي هذا المدينة كنا قلنا ميتك عزيق بضني مقالة وكساري ميتك الدنيا بضني وقالت شوابي محور بيلي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك منافق سيدو موضي ما هدو اسمه دي إنو عز لي عز ملح عز ده إله با إسكاله والرسول كيسا إسكاله والمؤمنين تا إسكاله لكن منافقين تحبوه ولكن المنافقين لا يعلمون وحقرد ما ما لين وحشرين بي وحمودة يعني وحوغا أوضي إني مضاس إيو ضوح الرعسن إيو يعني يو اسمو دي إنو عزي إيا أول لي هاي ووسي اسمو تسيس أو حبكة تشيرين بربكو حكم سبحانه وتعالى عزة وحا إسكالي أصل كريه أساس كريه والله إن شاء الله أولي ألا نيوسي رسول كيسو سي وواكي ربي سبحانه وتعالى رسول كيسو صلوات ربي وسلام عليه أول دسي إسقرب تاقي إلى رسول كيسو صلوات ربي وسلام عليه وحي عدو جيسي كيسو ورشي دي وضر ربي وقال كلمة سبحانه وتعالى عزيز الرسول كإسكال صلى الله عليه وسلم رسول كإيو مؤمنين تا رسول كمدبو أواجر يودي صلى الله عليه ومركاسي إساقه أبوها النبي صلى الله عليه وسلم يرسو شكوريس لكن صفة باقية دا أولي تشرتا عزيز الرب كحر وحويان وللمؤمنين وصفة الإيمان تاوحي تلمام إيسا مؤمنين تو وقت والبوي مدى إني عزيز ليه لكن بشرط وأمركيهم إيمان نبع لي مدى مؤمنين حق أمركيهم إلا المؤمنين تلواء إيمان كدتك الشيغان يا اللواء قارنوا الشيغان قارنوا الشيغان ورقب كما أما إيمان كي بين كره الشيغين وميشي للرميمين قارن ددنا ومؤمنين صادقين في إيمانه إيمان كود كره الشيغان ميشي للرميمين كقارن
dadkan marka Allah subhanahu wa ta'ala u leeyahay cizada ayaga leh waa dadka mu'miniinta dhabta ah iyagaasina inta badan nusuustu waxay sheegaysaa abaal gudka intiisa badan iyo wax la sheego iyo yaani wax weeyaan maartay rabbi subhanahu wa ta'ala nasrigiisa iyo inta badan abaal gudka adduunka aakhirada la sheego iimaan hadii lagu xiro inta badan waxay ku dhacaysa dadka iimaankoodu kaamil yahay ama dadka iimaankoodu iska baxifay oo ka run sheegay iimaanka kuwaasi wax weeyaan ayagu inta badan wacdiga bikaamilihi ma ilaaha wa qodob qodobka xigaay wuxuu yahay waxaan nidhi iimaan sax ah tawxiid sax ah qodobka labaadna waa cilmi oo inay bulshadu aqoon u leedahay ilaahay masaadirtiisii qur'aankii sunnadii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh qodobka saddexeeya waxa weeye ee dariiqa loo maro awoodda iyo sharafta iyo karaamada ah العمل بمقتضى العلم علمي جي لبرتي الدين كتاب كي هي السنة دي أنا هذا اللي هو إن لبرتو أقول له ليه إن هو عمل قلو أو فردك هي قيسك هي مجتمع هي نظامك هي دولته إن شريعة الله سبحانه وتعالى تقن هذا قالت هدي أقول لليه هاي haddii aqoon baa loo lahayn diinta iyada iska bada warkeeda laakiin aqoon hadii loo leeyahay ha ahaatee aqoontii uu san dhaqan iyo qaadashii amal fal uu san la soconin ayadana waa dulli waa lagu dulloobaya lagu xisoobi maayo lagu xisoobi maayo yaani in laga tago dhaqanka diinta oo guriyihii dhaqan kala maamulo mujtamacii dhaqan kala maamulo dawladdii dhaqan kala maamulo dasaadiir kala meesha ka talisa marka waa la dulloobi ilaahayna subxaanahu wa ta'aala cizzi iyo karaamo midna ummaddan u yeeli maayo iyadoo dhaqaale badan oo khubaro badan oo xoolo badan oo dhulkeedu istaraatiiji yahay oo tiro badan ayay haddana ay tahay ummad dulaysa limaada lianna waxay ka tagtay asaas tiir dhaxaad wixii u noqon lahaa inay cizzoodo sharaf qaadato allah subxaanahu wa ta'aala qur'aanka fi suurati al-acraaf nin buu kaga sheekeeyey إن إلهي أنت علمي سيئ علمي كتري الله سبحانه وتعالى وكا إن أشيغي واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صوايا الله سبحانه وتعالى وحده للنبي محمد ودتك وحاطو الشيكتان وقصة قيمة بدنه فإذا كجرت إيا عبرة مركة للي أشيك دتك وحاطو الشيكتان نوركي ninkaasi muxuu ahaa nin aan aayaadka naga siinay burburi subxaana wa tacaala aayaadkii baa la siiyey diin baa la siiyey cilmi baa la siiyey aqoon baa la siiyey fansalaka minha markaasuu aayaadihii ka dhex siibtay waa ka dhex siibtay waxa laga wada salkhiga waxa la yidhaahdaa neefka haragga marka laga siibay salkhi baa la dhahaa macnaha waxaa laga wadaa sida haragga loo siibo kale buu aayaadkiiba uga dhex siibtay isagoo qaawo buu banaankaagu dhacay yacni aayaadkii waa garanaya laakiin kama muuqda noloshiisa dhaqankiisa kama muuqdaan waa ka tegay markuu aayaadka ilaahay iyo diintii uu garanayay ka dhex siibtay oo akhlaaqdeedii iyo caqiidadeedii iyo cibaadadeedii iyo tacaaliimteedii ka dhex siibtay ayaa allah wuxuu yihi subxaana wa tacaala fa atbacahu shayaan shayaan baa markaa daba galay oo raacay ilan garo aayaadku waa xirsi aayaadka diinta barashadeediiyo ku dhaqankeedu waa xirsi xidh waa dhufays uu ruuxu ku jiro oo ka ilaalinaya shaytaanka dhufayskii markaad ka dhex baxdo kadib waxaa ku raacaya cadowgii banaanka taagnaayo ku sugahaya fa atbacahu shaytaanu shaytaan baa dabagalay markaa fa kaana min alghaawiina kuwa marka lumay ee habaabay ee dariiqii gar maray buu ka mid noqday الله يقول سبحانه وتعالى ولو شئنا لرفعناه بها هدانو ربنا ونو أنك دورينا
kor baanu u qaadi lahay ninkaasoo aayaadka sababtood baan kor ugu qaadi lahay la rafacnaahu biha ay bil aayaat aayadahaas intuu ku camal falo oo diinta dhaqan u qaato ayaanu markaa kor u qaadi lahayn oo cizo iyo karaamo iyo sarreyn baan u yeeli lahay laakiin maanaan doonin buu rabbi subxaana watacaala walow shi'na la rafacnaahu biha walaakinahu akhlada ila alardi laakiin isagaa dhulka isku dhejiyay akhlada ila alardi waxa laga wada mutaqaan markii la damcay in kor loo qaadaba dhulkuuba yuu cidiyaha gashaday waa laga fujin waay nag waxaa laga wadaa markii rabbi damcay inuu karaameeyo sharfo oo kor loo qaado adduunkii baaba laga kari waayo waa kan kursigu kusii ordahayaa xooluhu kusii ordahayaa magac doon weeye waa laga fujin waay warkaale kor ha lagu qaade warkaale ha lagu cizeeye sharafta maya tana laga fujin waay walaakinahu akhlada ila alardi waatabaca hawaah naftiisu waxay jeclayd buu raacay shahawaadkaa naftuu raacay dhulkana waa isku dhejiye waa laga fujin waay الله سبحانه وتعالى فكوحه مثله كمثل الكلب لنك هدي إلى ذات الصلاة بها الله سمعي بل قصة لغو قرطه ذاتك كفه مانها الله سمعي هدي إلى قصة ذاتك تسكتي مثالك يتصالها أقول له إلغو قرانك روى أي أوكال برد سبحانه وتعالى فمثله كمثل الكلب كاسي وأي أوكال أي سفدي سوكالو لي إن تحمل عليه يلها فهداد إريدانه carab ku lallaadinayo caliyadaa ka daadanaysa waa hira hiraay haddaad faraha ka qaato uu geedka hoostiisa fadhiyo oo nasan yahayna waa hira hiraayo carabkiisa caliya ubaa ka daadanaysa ey adiga mataqaan ey haddaad eridoo uu daalana hiraa hiriyo af carabkoo lallaadayo caliya ka daadanaysa dayn maayo haddaadan eryaninood faraha ka qaado uu geedka hoos fadhiyo biyo cabayo nasan yahayna carabkoo lallaadinayo caliya ka daadanaysa iyo inuu hira hiraayo dayn maayo soo ma eygaasoo kale wey rabbi subxaana watacaala famathaluhu kamathali lkalb tusaalayaasha qur-aanku bixiyey laysa lana mathalu saw nebigu baa ka yidhi salawatu rabbi waslaamu caleyh dad wax lagu miithaaliyo miithaalada ugu xun bay ka mid tahay ee loo soo qaatay dadka ugu liita ilaahay subxaana watacaala intuu diinku siiyey kitaab inoo soo dejiyey rasuul inoo soo diray sunnadiisiina soo gaadhay haddaynu intaynu faraha ka qaadno halkaa iskaga duurno ka danaysanno famathaluhu kamathal kalbi way ninkaasoo kaleeto tusaalaha loo sameeyey wa alla marka qasidkan ka rabna aayadda waxa weeye rabbi wuxuu yidhi walow shi'naa la rafacnaahu biha aayadahan hadduu qaadan lahaa oo diinkan dhaqankiisa ka rusheegi lahaa kor baa loo qaadi lahaa waa la sharfi lahaa laakiin markuu dhaqankii ka tegey baa la dulleeyey waa mithaal aada u cajab badan nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiistiisa sidoo kale waa ka rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh inoogu sheegay xadiidkii cumar ibnu khataab radi allahu canhu cumar ibnu khataab xadiidkiisii saxiix muslim nin baa guddoomiye uga ahaa xilligu muslimiinta khaliifka u ahaa ayaa nin baa guddoomiye uga ahaa maka iyo eeriyadeed meesha qusbaan la yidhahdo waa meel maka iyo madiina u dhexayso laakiin maka u dhow meeshaasuu kaga hor yimid khaliifkii cumar ilan caasimada muslimiintu markaa waxay ahayd madiine ahayd maka maahayd cumar oo marka madiine ka yimid ayaa guddoomiyihiisiibaa wuxuu kaga hor yimid cusbaan oo meel maka u dhow markaasuu cumar weydiiyo wuxuu ku yidhi ree maka yaad kaga soo tagtay ood oday uga dhigtay oo guddoomiye uga dhigtay markaasuu wuxuu yidhi ibnu abzaa mawlan min mawaaliina nin ibnu abza la yidhi cabdiraxmaan ibnu abza oo raggii la addoonsan jiray la xoreeyey carabtu waagii horeeya si jirtay oo addoonnimo soo maray laakiin la xoreeyey ninkaasaan ku soo dhaafay oo guddoomiye ugu dhow xilka usoo dhiibay cumar waa yaabay marka markaasaa wuxuu yidhi isticmalta calayhi mawlan ma nimankii reer quraysheed iyo carab baa nin ayna ku qanacsanin oo addoon soo ahaan jiray baad u dhiibtay markaasaa wuxuu yidhi yaa amiir almu'miniin innahu qaari'un likitaabi illah caalimun bilfaraa'id addoonnimo haba soo maree laakiin kitaabka ilaahayna waa yaqaanaa qur-aanka oo qur-aanka dadka ugu akhrin fiican buu ka mid yahay ugu yaqaana qur-aanka midda labaadna diinta iyo faraa'ideediiyo waajibaadkeedana waa yaqaanaa marka sidaas daraaddeed nin u dhamaan waaye ufiirs maxaa wax laysugu dhiibaya maxaa wax laysugu dhiibayaa qaari likitaabi illah caalim bilfaraa'id cumar markaasaa wuxuu yidhi
هذه أرنت وصلاته أما إني قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم وحال مقريب للنبي جينا أورانيا إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ألا كتاب كان وقرآن كي ضدك قارن كرب أبو قضايا وكشرفا وكعزيا قارن هصب أبو دقاء أوفيس الضوامة دي ليسي تشري ولا حقيري تشري وحكا لقى كتابك مدح هقاني يالبو كدقى سناديد قرشي أضياشي ملح وويناء إيا ملئي كفرضها إيا مقع كلها مجتمع كفر غنى كتاب كي مركي ديدين دون كي قلين كوان مقع لنا كتاب كي مركي ديدين دون كي قلين كوان مقع لهينا كتاب كي مركي قاتان كرب ربي أقاد يا سبحانه وتعالى مركا يعني مواليدي بكر السوقات مواليدي أما بلال فسيدنا وكي عمر بيج ها بلال وسيد كنك بلال وأدونكي أدون بأهانشري والحري حدنا بدك عربتو يستوري بمدوب كمدا حبش بالليج حبش حدنا مع ذلك بلال سيدنا بلال عمر رضي الله عنه بلال وسيد كنك معاك هلك قرسي إيمان هي دينة الله سبحانه وتعالى مركا الله سبحانه وتعالى دين تيسا كبقا كذا وأسباب تأمده كل الزوبان شرفنا إكوه لها لكن ومركا تهي كبقا دين تؤمن لغير شبيه ما أها كبقا كان جزئي كبقا كان قبل دين تكمد لغا قادنا انت ذي كليتنا أن دنبا لغا لهاين وحيالك للقوبة دلنا كاس ما أها ميتك لغا حلق وإنك هذا اسمه الدين كرنو أنك بدينتي وأنك دق من ناي ما سيدنا لو قام كم دق من أنك دينتي دينتي كم دق حقا يروح حواله شخصية هي بعض الفرائض وجدني شعائرية موي لكن دينتي سيد إلهي أسود الشيء أدون كمان أنت مجتمعات كمسلم كم دق من سيد أصدرت بوح كل ما بيا حياتي القرآن كرب سبحانه وتعالى أولها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وردين تقارن مرمين إنسان ومقاضن إنسان قارن مبين إنسان ومكفر إنسان فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ضدك السيدة يلو دين تقارن قاته قارن بينها ألا وحليه أبال كلمة إلها أدون كان إنا يكد اللوبان آخرنا عذاب حرم تشيل لك يموي أبال كلمة إلها برب الله سبحانه وتعالى أبال قدوك وحوقاقي أي دين تكقدق ميان ومشفعين من أين كعزون لأنه وحوقا إلهكم رب سبحانه وتعالى ألا وحو رواه يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة إذن كو إذن دينتي إسلام ماذا صوت قال الله أحبار ربنا من هذا كنا رشي سقمان تدوح على الربا إنه الدين تسوق قليل الله عليه سبحانه وتعالى أدونك يجيه إيه وذا إسلام السكة وذا إيب أنا مرة وإنا قيبنا السكة إيبته قيبنا أدبناك كريبت الله مرة سبحانه وتعالى تسوى متى كنتي دلقة كنتي أدون كان وإنا الدلمان آخرنا وإنا عذاب حنوتشيل لك قليل دين تسلام كمركة كبقا كيضو وميش عزي اللي قرنا دينا الله سبحانه وتعالى مجتمع قات واعزية وأنا سببت مسلمين تأيجوا تبرتوا دون يرتهي تردوا دون يرتهي خبرتوا دون يرتهي وحول بابا أيجوا ير على وجود البنية أدون كوحي شرفك يا شان أي أوتك يا شان أي كل الزوبين أو عالم كتاريخ وقلان وحي أهيد كلية كتاب كان يصير أبو قبسنا الدين كان يصير أبو قبسنا ما أنت مسلمين تو أنتي هركتي رب بدن الدنيا هان كخبرة بدن كحوالة بدن لماذا؟ هذا مع ذلك الدل اللي صار فيه أيوة ير أو تريير أو نعم حمد الله سعدنا صلوات ربي وسلام عليه الدون كيف السند الليين قوته ووينابا اللي قيل تاريخ وحي سجلين شرقا وغربا اسقبستي ادونك تاريخ لي سومرتي وقيمه بالنيد بسجلين لماذا ما سببت وحوي حولها ايه تيرد ايه خبره الدنيا ايه حدين المر الهي كحدنا لسعنين
دينكو دقن هدينا للسعنين كيما مالها عمر رضي الله عنه ما ننتي ومسلمين تو أي قبسدين محوء هاي بيت المقدس يا وحو كبحي ماشي اللي يلاحظوه مدينة مملكة أدو بلاران بيت المقدس بوتغي ماشي مركو تغي أيا وحا كهري من رقي هقامياشا إذا مضى هقامياشو دي وقدامياشي يوالا كهري يمت عمر وحا لو يمت انتو مال لك لي قلق كسو هقاني او كدغي نافك غير وصارنا لوغيي او مريي سي جيركي سي يعني وحو ديقده كوتا لا اديابس مركاسا نين رغي كميدا ايا وخر يا امير المؤمنين اديغو امير كي مسلمين تا او انتا سو عالم مانتا مدحو كوس جوغا ما حيت هي سدان مركاسا وخر كو يري كلمه ادو قيمه بدلو تاريخ دا غشاي وخر يري كنا قوما أذلاء وحين أهانش نواس قرانا إناي قوم دولي سنبانا هاي عرب هدانا دتش رمينانا هاي أمدها حضارة لها البحن مدى لها تاريخ دا لها مينا كتشرين وحولا نقاطو اسك تعبانا هاي فعزنا الله بالإسلام إلهي سبحانه وتعالى الدين تنو إنه عزي ترى ضد إنا قدكت تنا تاريخ يا حضارة إنه يشيء تنا ربنا سبحانه وتعالى إنه عزي فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله مركا إنتان إلهي تي إنه عزي كتغنو مالك لآن عزي أوضي كرامة كرنادي الله مركا سوئنا الدولين حقيقي نعود مالك المسلمين تحق بإلهي عمر وهذا الكالي مالما هي حق بالله لكن كلمة دي سوحة يتمد مصداق هذا يظن تي الحقيقة ذو وحيتهم مسلمين تمارين تي كتاب كإلهي كتجانو أي وحيالك لكم بدش ما نكاس إلهي سبحانه وتعالى أبلي حقيقة إن نقطي فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله تبارك وتعالى دين تي إلهي سبحانه وتعالى مرك يعني وحوى كل نقن كذا هي نقن أهان الموقات أو عمل أهان للفلي أو نرش قي به هذا كله كده سن دين تمامشوا وأسبابته هي معالمته هي طرق ذا الوجار عزق هي كرامة ذا الوجار الله سبحانه وتعالى وقرآن كأنه شيء قرآن كمرق كور ربي نبي جواكير صلوات ربي وسلام عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قرآن كوا شرف أذيع نبي محمد هي قوم كاجي ضد كاجا لبدي إنما شرف ويدين وأنا اللي يدين ويدين دونه شرف كي عزق صوبت يا ديما مركتك وحكم دولا لي أسبابته ومضه كل الزبان خاصة المسلمين تعزق الشرف أيكون قاري كريا وحوي الاجتماع وترك التفرق من نمو إيو ولالة النمو إيو كالتشيد كي إسن عدة إن لدائر ومضه مركا يميدو دو إله سبحانه وتعالى من نمراس ولتشراع فإن يد الله مع الجماعة إلهي كعمتي سوحي لتشرتا جماعة بأي وذتشرك الله سبحانه وتعالى وذتشرك وتشعليها التفرق أنا ما تشعله ضدك إيا بلشدة مجتمع هذه قروتي سوء إس لتشرته أو ضد إسكو مبدو إسكو فكرة إسكو قضية إسكو النلال إسكو مرقو إسلا فرحة أي نقضاء وحي نقرأ يعني قوة متماسكة أود وحي نقرأ يسا شريتان كيدونا وح بدن ومعنى بدن السماية عدو كيدونا قوسن هوي سنين وما شريتان نقرأ يسا وما دي لكن مركا إسخلافت حتى هذا النقطة وما دا ضاع عبادة توحيد هبطناته لكن مربا حدو خلاف نحن هذا السواق يدو إسنعه خلاص ما كديس ودو الله بيسا نبي قلنا صلوات ربي وسلام عليه مركو ربي كور رمي أسباب تلوه لي أو أودة يا شرف تلوه سي أودة يا حوجة يا النصر يا جوشة أسباب تكوها لمرك اللي تريني ربي سبحانه وتعالى وقته يعني أسباب تاسي كده يكوها ده هو أساسي سن إنه مؤمنين ده إله قلبي وده سلطة النبي محمد رعاه عليه صلوات ربي وسلام عليه هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين قال النبي محمد هو أمدك كوه لي أو كحوشي
نصرigiisu kugu xojiyay muuminiintana waa kugu xojiyay wa alafa bayna quluubihim muuminiintu kugu xojiyayna ilaahay baa quluubtooda isu keenay oo isu soo dumay isjeclaysiiyay law anfaqta ma fi lardi jamiican ma alafta bayna quluubihim walaakin allaha alafa baynahum haddaad waxa dhulka korkiisa yaallo oo dhan wada bixisanay maxamedow ood kala siiso say isu jeclaadaan oo qulubtoodu isugu timaado ma aadan karteen bale walaakina allaha alafa baynahum allah se dhexdooda isu keenay oo kulmiyey shalay iyagoo cadow ahaa qabaa'il ahaa wadamo kale ahaa jinsiyado kale ahaa isnecbaa ayaa allah subxaanahu wa tacaala qulubtooda isu keenay isu keenida qulubtooda la isu keeno hal ummada laga dhigayo iskaashato wada jirta oo isku qadiyad ah nasrigii rabbi subxaanahu wa tacaala taasu ku xaqiiqo ummad islaam mar hadday isnacdo waa dulloris intay wada jirto oo isjeceshahayna alla subxaanahu wa tacaala waa cizaynaya allah subxaanahu wa tacaala waa cizaynaya waana sharfaya waana titigdu nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu maka ka soo hijroodo magaalada madiine yimid waxyaalihii ugu waaweynaa ee uu markii ugu horreysay ku tilaabsaday waxay ahayd inuu nebigu walaaleeyo muhaajiriin iyo ansaar waa dad laba degmo deegaan ku kala dhashay laba deegaan ku kala koray laga yaabo dhaqamo badan ay ku kala gedisan yihiin diin baa isu keentay nebigu sal alay wasalam wuxuu isugu xidhay laba labo saddex saddex ilaa la gaarsiiyey isku xidhnaantoodu heer labada isla dhashay ayna gaarsiisnayn labada nasabku ka dhexeeyo calaaqo ka xoog badan labada calaaqada ka dhexaysa uu nabigu u sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh wada noolaadaan wax wada wadaagaan xataa isdhexlaan sumada garan yacni isu hiiliyaan nebigu sal alay wasalam arrintaa uu sameeyey asaas waxay u ahayd guulihii nebigu u gaadhay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee rabbigii gaadhsiiya wa alafa bayna quluubihim ummadii mar hadday isnacdo isnacaybkaasi shaydaan baa ka faa'iidaysanaya wabitaali cadowgeedana waa u jabaysaa ayadana mawaahibteedu waa burburinaysaa awooddii loo baahnaa inay ku bixiso horumarin horumar inay ku bixiso xadaaro inay ku bixiso diin inay ku bixiso cadowgeeda inay iskaga celiso inay ku bixiso awooddii iyada dhexdeeday ku baxaysaa daaqadii iyadaa isku bixinaysa xoolihii iyadaa isburburinaysa maskaxdii iyadaa ku baxaysa ayadaa iscunaysa isburburinaysa kadibna waxay noqonaysaa luqma saa'iqa waxoogaa luqmad ah oo cadowgeedu liqay noqonaysaa marka dambana wa tilka sunnatullahi tabaaraka wa tacaala ilaahay sunankiisa wey ummadi hadday isnacdo soomaalidu waxay yidhaahdaan walaalo isnacay wayna xoolo yareeyaan wayna xabaalo badiyaan bimacnaa waxa weye cadowgooda bay u jabaan asbaabta marka ummadani ay nasiga ku gaadho waa alijtimaac wa tarku tafaruq tafaruqa in laga tago tafaruqa in laga tago intimaaadka kale in laga tago gobolaysiga in laga tago qabyaaladda in laga tago laysugu yimaado mabda' diineed lagu walaaloobo khayrkan lagu walaaloobo dariiqaasi lagu wada mabda'aasi loo wada hiiliyo isagaasi ciddii khilaaftana lagu naco ciddii isaga haysana lagu jeclaado asaaskaas in lagu saleeyo alxubbu waalbugdu waalmuwaalaatu waalmucaadaat waana waxyaabaha innaga inaga maqan in tafaruqa iyo kala taggu uu wax jabiyo ummadaha dulleeyo summadeedii innaga inaga muuqataa markhaatina uma baahno maanta waa markhaati ma doonto xal marka haddii aynu doonayna inaynu dulligan ka baxno ummad ka dulli badani ma jirto ummad meel walbana daadsan martina ku ah diin la'aantana ay u dheertay adduunya la'aan dalkeediina macnaha waxa weeyaan ka soo tagtay oo gaal iyo in gaala raaca uga timid ayadiina iscuntay oo eber iska dhigtoo halkaa isgaarsiisay ummad ka karaamo xun ma jirto laa mid adduunyayn haynin walaa mid aakhirayn ahayn dulliga marka ina haysta ee inagu habsaday asbaabtiisu daraasay u baahan tahay in la fahmay u baahan tahay walilasaf masiib maxamed jirtaa waxa weeye in badanoo innaga inaga mid ahay inaynu wax fahannaba oo wacyiba aan u yeelanna xataa waxa weeye warbalaayadan inagu habsatay xaggee ka timid leanna sababka marka la fahmo oo maradkii cudurka la garto baa daawadiisa la helaa laakiin haddii asbaabtiiba aynaan garanaynin daawada inaan helnaay ma dhowaa uma badnayn daawada helo sidaas daraaddeed ummadi tafaruqaasi dhibaatadiisu leeyahay dhul fara badan oo muslimiintu lahaayeen wuxuu gacanta kaga baxay
oo ummado kale to gacantisa u galay waa tafarruqas maalinkii muslimiintu isku duubnaayeen ayaga dul qabsanay maalintay kala tageen dulkoodi baa la dhaalay oo karaamadoodi baa la burburiyay oo fiirsada inta muslimiintu qul laga soo kixiyo dhan kulli waxay ka dhalatay diinta markay ka fogaadeen marka labaadna iskhilaafeen وخير مثال في ذلك أرض الأندلس أرض الأندلس وأرض كان إسبين إيو برتقيس كإيو سيدات بقول الصلاة المسلمين تكتلينه حضارة أدونك صومرت حضارة دي أغوكي ما بالنابي كإستاتشيا حضارة دو حي كإستاتشيا ريقل بيت كحضارة دو أي كبح القادة توقو صلاة زنتك بشهادتهم أيها ما قاتك عوك حضارة دي نوعا هيدا سيدات بقول الصلاة شرتي waxa burburi oo culay wuxuu ahaa iskhilaaf way iskhilaafeen way islaan dawladay yar bay noqdeen way kala googo'een gaaladii bay soo kala kaashadeen oo u kala orotmeen midba midbu gaal u soo kaxaystay maalintii dibiga madaw la culay baa la culay baa ka dhacay wa billahi tawfiiq midba loo xiiray ka markii loo xiiray ki kale uu kaalmeenay ku kala hadal loo xiiray ka kale waa u kaalmeenay waxa lagu lahaa adigaanu meesha oo dhan markaan kuwan ka sifayno adaanu kugu fadhiisiin doonaa waxaan u dhan kursiga oo dhan aqlillaa wa miskiinoo la sirayuu ahaayee markii laga takhallusay walaalihii baa isagana inta loo qabtay baa la soo qabtay qoorta loo casay oo isagana loo xiray taariikhu yuciidu nafsahu baa la dhahay maantana ta soomaali haysata waa ti SS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 
أسأستي معي ده شيء لا نديس بدش لا نديس إنه معي ده شيء لا نديس إنه واحد ده شيء واحد ما أنت نايس توه صح وما تسمع علي هل قاس يقدم بيسا وأنا سنة الرباني سبحانه وتعالى سنة كربنا نين أونع سنة كربانا نين نين كماش على إستار سنة واحد شر حضات قشوك كون كان ربكم معمولا قديما وحديثا وهذات كل عضو أن كنت رين بشر أول أقول إن كان وقال كان ومسلم كان ومؤمن كان ومن أنا قول بشر سنة هذات كل عضو كم رياتي سنة كيف المرك كل علي نجا عقلي جاني حوله جاني مسكح جاني وحني انتني استعمالي بعد ذلك اللي نقول بين لو قرط لقلا حرق اللي نقوم بتشلها بينه نجو آير قرط لقلا بدون مقابل بدون ثمن مركا وما ذو واحد دل يواتن هي وحي الله من الدل جينا هيستنا أسباب تسي ميت كم ذوي تفرق قاس هي كلا تجدها يسخلاف قاس هذه مركا للدولة هي وما ذن إني عز يا كرامة هشوف قد بدن صار شيء جاي وحال يدنا الرعسا وما ذن إني يسكس ونقطه ودي بسوي شعلاته أو ولا لودو أو حمان تأي سارته أو قبيلة دكتكته أو قبليس يكتكته أو أي كتكتو تفرقا يتحزكا يطوائفتا كتكتو أو أي كسو نقطو أمد كلية أو هل رسالة أو هل كتاب أو هل رسول أو هل دين هل كان كحرنا إله سبحانه وتعالى كترس ما نكاس عز وقهرس انت كورس الظلمة مصائب متتالية ومدوم إذا كده ما يسرع سنتها هم بقى يأسوك انت بيالا وحكم إذا ومضوه وحا إزي أسباب تعزك كنت وحكم إذا إن الروح أما بالشدة أما مجتمع أما الدولة أي نقطة من إله الدين تيس أشقيس الدنيا ذا كزهدة الله الدين تيس أشقية حوجة حولها نفطة وحي اللي هلي كرب إن إله لصيو الدنيا ذا يهودة ينفط وحي ربتنا لا يصدق قابي رسالة اللون نولي هي هدف كان رشوة أون نقضه إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى في أرضه إلهي كلمة دي سينكر نقضه ومنك أي نقطة مدى أيضو سريسة وأوتلس مركة إلهي أمد وعزيني لكن مركة النقطة أمد الدنيا راع قار بيرها طبعا قار وشدها إريذا قار محوقها هي كنعسي حمالة شيء سيجلة قار حول بقتع ها هذه يضمت هذا مصالح لي يدنيه عام كهاي الدين الدين تقوه رئيسنا ليس كهالمعنى لأن قدر من يكون بمارة المحا أديك شخصيا كخصية هل كامرك يقعد إلهي سبحانه وتعالى ويندليني حديث عبد الله بن عمر أيها كتوصي النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة
وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم مركاب الربضة كم معاملوتان عنده نوع الربضة كمين لقض الصين تيدر أد قبصتان بمعنى حول النقطة إسكا النقطان بيرهنا أد رالي كل نقطان وتكوق نعذان أحكى لبكا ومقنا دي بيرتي كوسو كو أيسو سوقنا أو هايسطو كان عسي كوكنا الصعوداء دكامدي كسمنا أد هايسطو معاشنا أد هيليسو ورشدي وحكوسو ساريسو سوق أدو هايسطو أكون كوحكو جيران إلمهينا كو تبعيون ريركي سوقا هكاك سيئا خلاص رالي باب التواب القناع صندا وحبك هذا المقرب تين توحي نقول هل نقول بيه الدولة بيه الدولة تنك بديت ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد تين تنئي أشقين تيدنا أتكتكتان نفئي حولا إلى أبو الشقيسان دين تنا أتكتكتان سلط الله عليكم ذل النتيجة ذو وحيتان ألا وحيو إذن قصة لذا يا ذل إيا الليدنان إيا حمان ألا إذن كقاذينين إلى الدين تين يقول نقطان وفير صدق واتن ما أنتين هاي ستون يا دين إلهي أتهاجن يا أشقيا يا وحكبحيا يا وقت السيا يا أبنتا يا أمم يا أفكرة يعني ليه والبوح ليه هاي أنا جي يطيد تيساس وكو مشكور سيه هاي كي وذي اللي قوك هالمين ماي أذيك أنا وقت أكو ودمهز طيب سلط الله عليكم ذل التي جدواتا دل أن لين كقادني إلى الدين تين يقول نقطة والدين تو عقبة كذي هي عبحين تذي هي النف هي حراء النهر إلى أظن نقطة دل قال لين كقادم ماي لأن دل هو حكويبا ترب ظن دل كاساري مس حراء ظن دل كاساري ماي تعليم الدنيا كاساري مس بعرض بقل خبراء يبرفصار رأي الدكاترة هذا وظن نقطة لكن أن دين لأن هي وحبك بحمين وعالم الإسلام ما أنت يا كفر فزور يا دكاتي ربنا يا سكح ولا بدن عالم الإسلام ملكو جين مس وإحنا كر ومقعد ومدوا كلمة مبدئ اللجوء كر لجوء عزوري لهابي وحيابها سكالمة يا لكن هدوبة مبدئ مقية وحيابها عز مكانة شرف لمكانة بل طيح مضى إيوه دناها عام كي دينتي أو وحباء لو قبلين دل إني كان يسوق نبي صلوات ربي وسلام عليه أيها هوري نوسش حديثك عنك يوشك عليكم أن يوشك أن تداعى عليكم الأمم نجوى حديثك الله صلوات ربي وسلام عليه وحاد لو إني أمضه السوق ينتجي دونا إني السوق ينال دونا أمضه دم رق برويه أي وضعونها يا ويوداج يا بنا قلنا متكست أو ضعيف رقضا إن وكعنوا الرواب هل بسل أمضوه إن السوكين يردان بعد دوب النبي صلى الله عليه وسلم سيدا قولياها حيرادو كده حيسو إيه صحن كبريسكي أما راشينكي كده حيو سي صحن كإسوكو يردان وريم الباس غوصع ده أكادي إنتونا ورب ليمادو كالي راشينكا أولاقي سيدا صوك لي السوكين يردان النبي صلى الله عليه وسلم بركاسا واحد لو يدي رسولك صلى الله عليه وسلم رسولك إله يوم أمن قلة نحن يوم إذن ما لنكاس سببتك يعني إنسان لو يغذو قلنا لو وداك سيدي الراشين او كلي صوبتم ميران با مترد النضايا او سيدا دراديت با لو وداك يا ميا انه لو ديرني مركاس النبي صلى الله عليه وسلم ما مالك او بدنتي مالكاس ترى يري اذن ما هيسو ابدو بدنتي هو ما انت تنتي توكل وحال ولي المسلمين ما انت ادونك جوك ادونك مركا شن ميل الله قبي ميل كمدو ادونك وحال هذا هو شن 6 بليون خمس مسلمين بغنا ولكنكم يومئذ كثير الله فربضنا صدح بقول يا دوري تظنني ونبي محمد لسعتي ما انتي بدر فانت صور الاسكير فيها صبا تكتردو ضيرت لكن تيلها وبدنتي بروك صلى الله عليه وسلم عليك مركز النبي وسيع الا يوحي لسببتك كانس ان ليدن ولا وحوي عدوغينا قلبكي سوحا لغا سارا يا عبسدي هيبتي ويدنك قدر ألا العدوغة مسلمين توحيلا لغو النسرية النبي صلى الله عليه وسلم وقوها
cadawga oo qalbiga la qalbigiisa la geliyo rucbi iyo argagax argagixii cabsidii horta laydinka qarabay qalbiga gaalada waa la saaraya. qalbigiinnana waxaa lagu ridayaa wahan iyo dacfi, cabsi, fulaynimo, argagax, tabardari, cajis baa qalbiga laydinka gelinaya. nabigu waa sicilaya, taana maxaa keenay, maxaa keenaya cadowgiinnana inuusan idinka haybaysanin, idinkuna aada baqdaan oo qalbigiinna cabsihii argagax la geliyo. nabigu wuxuu sal alay slam, lixubbikum dunyaa wa karaahiyatikum lmowt, adduunye jacayl iyo geeri nacayl. xadiidkan iyo xadiidka horesay isu doontaan fiiri, idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaab albaqar waradiitum bizarci wataraktum ljihaada salat allahu calaykum dullan. sawaaxin adduunye maalinkaad u xilataanna waa dulli, diin ilaahay markaad isu taataanna waa karaamo iyo cizi iyo rifcawa. labada xadiid marka isku macnay keenaya, luxubikum dunyaa adduunye jacayl waa taa maanta inaad haysato nin walba kistiisa, xogaagiisa, reerkaaga, caruurtaada, dhaqaalahaaga, akownkaaga, gaadiidkaaga, ganacsigaaga, beertaada, muxuu ahay warshadaada, wabilahi tawfiiq. war maxaa laysu nuri dadkaaga ka mid noqo, kamanaas laa ba'sa, kamanaas laa ba'sa, dadkaaga ka mid noqo, maxaa adigu nuray? diinta maadaale, diintu dad bay ka dhexaysaa, ilaahay lahaa baan meel geysanahay, ilaahay lahaa baa meel geysanaya, adiga ma diinta dad ka xigta? saasaa lagu leeyahay. waa kuwii loogu talagalay inay diintan meel gaadhsiiyaan, naftooda iyo xoolahooda ku gaadhsiiyaan baa waxay ku leeyihin, diinna ma dadkaad ka xigta? su-aalku saas wey. xataa kuwa diinta waxyeelaya ee iyaga ka tirsan diinta inay ka xigaan maba rumaysnaba, diintu dadkay ka dhexaysaa, kii caay baa caay, kii wax ka sheegi baa ka sheegi, kii burburin ha burburiyo, hadday daciifayso ha daciifto, hadday wax waayayso ha weydo, adiga laakiin xoolahaagii iyo xoogaagaagii adduunyadaada yaa lagaga soo dhawaan, yaa lagaga soo dhawaan. aqrab mithaal maalin baa waxaa dhacday shirkad ka mida shirkadaha xawaaladda ayaa maalin waxaa soo galay nin soomaali ah, lacag baa u taalla uu doonaya in la siiyo. counterkii lacagta laga bixinay markuu soo taagay ayaa waxoogaa malaha saf baa ka horreeyo, way ka yaradahay nimankii u shaqaynayay, xoogaa wuu yara dahsaday, markaas wuu caayay. war diintiinna waxaa ku sameeyay waxa nagana siiya buu kuri. laba nin oo gudaha ku jirtay oo shaqaalihii ka mid baa intay soo baxeen bay meeshii isagoo taagan ba cagtu qaadaba way jabiyeen. meeshii waa la yimid oo ninkii la qaadiyo waa la kaxay, reerkii uu ka dhashay, odayaashiisii oo socda, maxaa ugaas, maxaa suldaan, maxaa fulaan, waa ka gogol baan qabnaa. maxay dagoosha qabtaan? nin baana laga dilayo aanu fadhinaa in nalaga xaalmariyo. waxaa la war ninku diintu caayay, ninkii diinta caayayna dil buu leeyahy, haddiiba isagoo nool la sii daayay buuba nasiib leeyahy. ee ninkan diinta caayanimayo hana u imaanina, gartiisana ha imaanina, dhiiggiisana ha doonina, waxay yidhahdeen ma taqan war diinta idinku dadka ma xigtaane, diintu dadkay ka dhexaysaay, isagana kama xigtaan, annagana nagama xigtaan, ninkan magtiisa iyo dhiiggiisa kana leh, saas dadka kama xigtaan. war nin diinta ilaah caayaya diinta waan ka xigaa, soo kama xigin. oday u socdo oo ilaahay diintiisu ayna qiimo ugu fadhiyin, laakiin mid ka dhashay oo murtad ah dhiiggiisii doonaya, diin ilaahayna ayna waxba ugu fadhiyina, diinta waan ka xignaa. soo saas ma war diinta ma dadkaad ka xigtaa? hadday baaba'ayso waa la fiirsan, hadday rogmanayso waa la fiirsan, wax daba yaraatee xaraka iyo dhaqaaq ma jiro, laakiin maalinta taada lasoo galo, ilmahaaga lasoo galo, xoolahaaga lasoo galo, naftaada lasoo galo, waxaad noqonaysaa xor, baad noqon xor, ada dhanba waa koogaysa, adigoo dhan baa isku soo goysa, meel lagaa sar ma yeelanaysa. kaana rasuulullahi sal alay wasalam markii dhibaato loo geysto ma cadhoon jira, mana xanaaqi jira, laakiin kaana idan tuhikat maxaarimullah, ilaahay maxaarimtiisa marka meel lagaga dhaco, nabigu waa cadhoon jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, ilaahay dartii unau argoosan jiray.
salawaat rabbi wasalaamu alayhi. Waxaan rabaa marka ummad diinteeda u carooto oo diinteeda u yacni wax u qiiroto oo diintu ay uga xanuun badan tahay waxa kale oo dhan, markaasaa ilaahay ina xiseynaya subxaana wa tacaala oo sharaf u ina siinaya. Waxaa kaga baxaya nigo mawduuca ku dheeraaday waqtigii la qabtayna waa la gaadhay taqriiban waa dhow yahay. Asbaabta ummadi ku cisowda waxa weeye inay ummaddu cadowgeeda taqaano, saaxiibkeedana taqaano, inay kala garanayso yaa saaxiib u ah yaase cadow ku ah. Ummadda markay cadowgeeda iyo saaxiibkeeda isaga darmadaan waa dulowday. Markii cadowgeedii saaxiib u noqdana ay la tashato, u taliya, go'aamada u gaadha, qaraaraadka u sameeya, waxay rabto u qabta, cadowgeedu markay gacanta u gasho ummaddaasi waa jabtay waana dulowday. sidaas daraaddeed baa rabbigeen subxaana wa tacaala qur'aanka uu ku leeyahay wallaahu aclamu biacdaa'ikum, munaafiqiinta imanka warramaya war allaa cadowdiina yaqaana. bashir ilmunaafiqiina biana lahum cadaaban aliima alladiina yattakhiduuna alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin ayabtaquuna cindahum alcizza faina alcizzata lilaahi jamiica. munaafiqiinta ugu bishaaree inay cadaab xanuun badan ilaahay agtiisa ku leeyihiin yay yihiin munaafiqiintaas. alladiina yattakhiduuna alkaafiriina awliyaa, waa kuwa gaalada ka dhigta kuwa ay isxigaanoo saaxiibo yihiin oo isku tala yihiin. markaasaa rabbi wuxuu yidhi ayabtaquuna, ma waxay raadinayaan cindahum gaalada agteeda ma waxay ka raadinayaan alcizzata sharaf iyo awood. ma gaal buu wax ka raadi, gaal nin ku tiirsaday oo awood ka raadiyay. rabbi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala faina alcizzata lilaahi jamiica, gaalkaad wax ka doonteen cizi ma jiro, cizi ilaahay u baahaya subxaana wa tacaala. inuu ku dulloobo mooyaane ku cizoobi maayo. aayaddu waxay tilmaamaysaa in mu'miniintu sida munaafiqiinto kale ayna noqonino, mu'miniintu ay garanayaan yaa cadowah yaase saaxiibkooda, yay isxigaan, yaa loo baahay inuu jeclaada yuu nacaya, yay isku tala yihiin, yay isku qorsho yihiin, yay isku barnaamij yihiin. mu'minku waa inuu garanayo dadka ka garanay. haddiise laakiin ay isaga dhex yaacdo, allah subxaana wa tacaala fii suurati alanfaal aakhirkeeda markuu ka hadlay, markuu ka hadlay mu'miniintu inay iyagu isxigaan gaaladuna iyagu ay isxigaan, rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir. hadday arrintu saa u kala cadaan weydo oo gaalla isxigi waayo mu'miniintuna isxigi waayaan, dhulka waxaa ahaan doona fitno iyo fasaad weyn buu rabbi subxaana wa tacaala. mufasiriintu markay fasirayaan waxay leeyihiin fitnada iyo fasaadka waxa weeyaan gaaladii oo xoogaysata iyo muslimiintii oo daciifa. lanna haddii mas'alatu lwalaa walbaraa ay lunto oo muslimiintii qaar ka mida gaaladiiba la jiraan oo gaaladiibi wax la moodo, gaaladiibaa xoogaysanaysa mu'miniintiina waa daciifaya, bal waxay gaadhaysaa marka dambe heer ah inuu gaalku noqdo gacanta isticmaalaya kan islaamnimada sheeganaya oo muslimiinta isku garaacaya, waxa burburaya, waxa jabaya, waxa yani waa ku islaamnimada sheeganaya. heerkaa waxaa keenay dadku wacyigii iyo fahamkii iyo fiqhigii iyo garshadii baa ka luntay. cadaaga iyaga dhexdooda ay isnaceb yihiin baa waxay gaadhsiisay heer ay gaadhaan inay cadowgoodii garabsadaan oy wax moodaan. markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhaliyey in la wada dulloobo, in la wada dulloobo, honnina ayna u fayoobaanin, mid kursi doonayay iyo mid reer inuu wax noqdo doonayay iyo mid inay degmo wax noqoto doonayay iyo mid u sacabinayay iyo mid aamusnaa iyo mid taageersanaa midna inuusan waxba gaadhin oo laysku dul burburo. magaxxumo iyo dulli iyo diin la'aan iyo dan la'aan iyo karaamo la'aan kulli inay ummaddu u baabto. allah subxaana wa tacaala sunankiisa iyo nusuustu macnahaasay tilmaamaysa inay ummaddu garanayso alwalaa liman walbaraa liman, man huwa zamiiluka waman huwa caduwuka, man tuwaali waman tucaadi, man takunu macahu waman takunu didahu, tuqaatilu man wamaca man,
يعني إني أمد السجق قسمته مبادئ ده أساسي يعني وحوي ودول لي أساس كيسه دول لي أسباب تكين تي كرام الله أنت عزق يا شرفت أمد قاضي تاسوي معنا مركب إني أمد وحوك العبها وحوك الصمانته أرمى أسلامه وحوك العديهن والله جا مرمان وحوكوسه جب جبينة يا نبي صلوات ربي وسلام عليه إن سندي صلى الراعه بدع على لقفه جاده وأسباب عزق كنا كم تهاي وحنا كل جرا نسأل نبي جنا صلوات ربي وسلام عليه حديث يا عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بتقضوها رسول كريج رسول الله عليه وسلم بعثته بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له سيف بالليل صدري ساعة وحي مرتضى إلى إله كلجي لجعبده شركنا قما حتى يعبد الله وحده إلى إله كلجي لجعبده وأن شرك الله صميم توحيد إلى أم تقارض وجعل الرزق تحت ذل الرمح رزق يجنا وحال جدقي ورن كيجا هوس كيس هوستيس معناه بقولة رزق يجنا وحال الجلي جهتك هل كان صار رزق اللي يجلي وحلب يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت ذلة والصغار على من خالف أمري هل كان وجد الحديث كله دلي يلي يدنان وحال يلي عدي أمرك يجا خلافته كركيس ومن تشبه بقوم فهو منهم عدي ضد السوء كيسي سنة السوء كترسين أمرك النبي قال خلافه وذلي هي الصغار هي اللي يدنان هي كرامة در شبكي أحدنا سببتو كوين وضوات قرانيسان أمرك النبي محمد الله تشبيه واحد صلوات ربي وسلام عليكم ومضو مركز السنة النبي مركز هاي ستطريق يسيكو توصلتها عزقية كرامة أسبابتك كانت كمدة وركا قبل يسي مرتدي زوعوي أسبابها أمضوه كل عزوبان ولو قدن بيسينا يوافر بديهين أمضو إنا مدح دقوها قانت مدح قانت سنة وأخيارها والدين لي هالدين مدح دو هاللوضو ودل لي يهلاك ساس دراد يدبع ربي سبحانه وتعالى قرآن كوحي وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا دقمو يا مجتمع مركان دورين إنا هلاك نبر رب سبحانه وتعالى كو يضلدن إحوالها يستيى مضح دودا بانو أمرنا مركان سيفسقكو كعان كفري انحراف دين الآن علماني دين للدقال بيكو كعان مركي كو كعان وان هلاك نبر رب سبحانه وتعالى ومدى هدي مدحه كهل لوضه ومدى اسمه دلوب هدي الله سبحانه وتعالى ودولا يا أمد إنه كرق قادنا مدحه وهجاتيا أك عمر رضي عثمان رضي الله عنه له هدي أن لها لها وحدي لا وحولي إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن فضيل بن عياض وكي هذا الكيساها هدان لها لها هل دعاء إلهي كأقبل هل دعاء وإلهي كأقبل يا شرتي ويدسها تلا ديلها وحنود عين لها بالمدح لأن بصلاحها تصلح الرعية وبفسادها تفسد الرعية رعيده ويهلابي هذي ما نحن الله هذي ما نحن هجاك تنا الرعيد ويهجاك لا بقى له فساد كود وأمد فساد كذا ليش نحن علمه صلاح وضل وأمد الصلاح ما نحن هي علم هذا قرض أن السلطة الدين جاي هيان قرض أن السلطة أودي جاي هيان لا وضع سكيف فساد به برشد وفساده فانا دباتوين كان هايستو نبنين كو كليتي اي كحما اي كدين حما اي كمرتد سنا اي كعلمان سنا اي كأقلع حما ايا اللي نوردي بي من نقا يسودي بني طولك سوال اللي نوردي يا من نقا يسودي بني طبع حقيقة من نقا يسودي خير با منكي شيطان وكعمرك اللي رادو اغو شيطان سنا بيسو هرمريا وما في شيطان كيس كغبتان شياطين بنا يعلم بالأولين شياطين واحد شراء هذا أن الشيطان كان أهلين أن لسكب عابين كرين ساس دراد الشيطان شيطان بكاعلي هيا الشيطان توصهر تيمات مير على قلوة إلهي سبحانه وتعالى أممرك دوري إنه إصلاحيه مدح الله إصلاحيه مدح الله يكون إصلاحي مركا ninka aad jago u dhiibanaysan ka soo bilaaba kuwa hoose ee ugaasida iyo salaadinta iyo kuwan yaani waxa madax dhaqameedyada la yiraahdo
gudoomiyaha iyo degmada iyo odayga iyo masaajid joogaha iyo waardiga iyo meelaha ka soo bilaa meelaha kari karna jirta kuwa ma ujeedaan kuwaasi ruuxaha lagu doorto magici diintiisa iyo akhlaaqdiisa iyo caqiidadiisa ma aha waa ree hebel iyo ma aha degmadaas uga soo jeeda ma aha anaga daraan ku qaba ma aha saaxiib baanu nahay ma aha nabiyullaahi yuusuf calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam markii uu ninka boqorka lahaa ii dhiib wasaaradda maaliyadda muxuu yidhi ijcalnii calaa khazaa'in alardi innii xafiidun caliim mas-uuliyaddana cilmiya aqoon baan u leeyahay xafiidna waan ahay ammaanana waan leeyahay u biirsan nabiyullaahi yuusuf ma taqaana nabiga markii la yidhi man akramu annaas dadka yaa ugu karaamo badan atqaahu buu taa kumaana weydiinin baa leg fayuusuf wuu marka haddaydaan taa i weydiinin nasab marka la yidhaahdo ninka ugu karaamo badan fayuusufu nabiyu llah ibnu nabiyi illah ibnu khaliil illah nebi buu ahaa nebi baa dhalay awowgii waa nebi awowgiisa kalena waa nebi nin saddex nebi ka soo jeeda isaguna nebi ah markii jagaha la ii dhiibo u lahaa ma uusan dhihin qoys wada nebiye abaan ka soo jeedaay jagada ii dhiibay qoys wada nebiye aan ka soo jeeda laakiin muxuu yidhi innii xafiidun caliim aqoonteediina waan leeyahay mas-uuliyaddan iyo xilkan ammaanadeediina waan leeyahay ha cilmi iyo aqoon gabadhii muxuu ahaayey nabiyullaahi muusa qisadiisii fii suurati alqasas soo garanaysaan labadii gabdhoodee adhiga macnaha waxa weeyaan la joogay markuu u yimid oo intuu adhigii u waraabiyey kadibna ay gurigii aabbahood isla tageen gabadhii markay ku tidhi aabbow ninkan inoo shaqaaleeyo adhigana haynoo raaco haynala joogo ciidan baynu u baahan nahay maxay tidhi ya inna khayra man istajarta alqawiyu lamiin shaqadiina waa kari karaa waana aamin fi suurati albaqara ree bani israaiil markay yidhaahdeen boqor noo samee boqor noo samee nabigoodii markay ku yidhaahdeen alla wuxuu ku yidhi subxaana nabiyullaahi muusa wuxuu ku yidhi waxaan dhihi lahaa yacni boqorkii loo sameeyey taaluud baa boqor laydinka dhigay baa taaluud markaasaa waxay yidhahdeen annaa yakuunu lahu lmulku calayna wa naxnu axaqu bilmulki minhu walam yu'ta sacatan min almaal war ninku reerihii telin jirayna maaha xoolana male seebuu boqor noogu noqonaya ubisa reerihii kursiga hayn jirayna ma ah oo talada hayn jiray xoolo hadda lagu doortana ma hayo seebaa boqor noogu noqonaya maxaa lagu yidhi marka in allaha astafahu calaykum wazaadahu basdatan fi lcilmi waaljismi waxaydaan ku gaadhi karin buu leeyay oo ah awood cilmina wuu leeyay awood jidhna wuu leeyay waa nin xoog badan oo xilkii qaadi kara aqoontuu ku qaadi lahaana waa leeyay soo ma innaga taasaa inaga luntay maqaayiistii oo dhan baa lumay markaasaa waxay noqotay ree hebel war waa faasiq war waa diin laawe war khayr male war waa gaalbu marka qaarkood noqonaya gaalbu marka qaarkood noqonaya markaasu wuxuu ku leyay war gaalka innaga faraha gaalka naga gaalasha kale ma aragtid gaalasha waa fara badan yihin maxaa kaanaga ku tusay maxaa kaanaga ku tusay halkaa markii gaadhay ilaahay wuxuu inagu ibtilayay subxaana wa tacaala oo inagu ciqaabay waxaanaad arkaysaan waxaanaad arkaysaan sifaatkooda iyo muwaasafaatkooda markaad fiiriso ilaahayga nafta igeliyay baan ku dhaartee hal mid ood waxar lug jaban u dirsanaysa kuma jiro waxar lug jaban mid intaad u dirsato soo xarayn kuma jiro caruurtooda iyo reerahooda fiiriya war nin reerkiisii iyo ilmihiisii iyo gabdhihiisii iyo naagtiisii dayacan yihiin ilaahay baan idinku dhaariya muxuu kugu biirin ya wax loo xogugu biirin ma jiro waxaasaa marka laynagu ibtilayay inaguna isku ibtilaynay markii la doonayo ummaday inay karaamowdo madax wanaagsan iyo maamul wanaagsan
oo ay garanayso qaabkay ku keenayso ayaduna ay keensato ummadu waa inay leedahay asbaabta waxay ka mid tahay rifcada iyo cizada dulliga asbaabtiisana waxaa ka mid ah inay madaxdu hallowdo innagaana sabab ah intaas ayaan kelimadii aan ku dheeraaday ku gabagabaynaya ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa inuu cizigii siiyo ina siiyo karaamadiisa aanan rumayno kuna rumowno in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim markaynu inagu xaal ka bedelno ayuu ilaahay subxaana wa tacaala arrimaheenna bedelaya inta aan inaga isbedel inaga muuqanin ilaahay subxaana wa tacaala isbedel inuu keenaayo ma dhowa hada wabilahi tawfiiq wasala allahuma salam cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam ruuxa bismillah ruuxa laba arrimood ba dembi waa ku yeelanaya hadduu dembigii isagu sameeyo dembi waa ku leeyahy hadduusan samaynin laakiin sabab u noqdona dembigu ku leeyahy haddii aad ilmaha tarbiyadiisa ka gaabiso ood hagaajintoodii waajibkay kuu lahaayeen diiniyan aada dayacdo waa mas-uuliyad aada dayacday waana lagu weydiinay kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihim waa lagu weydiinay raciyadaadii wa sidoo kaleeto haddii aad mujtamac aad og tahay inay ku fasaadayaan asbaabta fasaadkuna ku badan tahay inuu ka badbaadana ay yar tahay haddaad dhex keento iyadana sabab baad u tahay oo adigaa lagu qabsanay maxaa yeelay meeshii hagaaji lagaa yiri haddaad adaguba hallaysaba ka war haddii intaad badweyn ku dhex tuurto aad tidhi iyaaka iyaaka an tabtalla bilmaa war biyaha iska jir biyaha iska jir nin aad bad ku dhex tuurta haddana biyaha iska jir ma macquulba xawulma sidaas daraaddeed waalidku meesha uu isleeyahay ama halkan ha noqoto ama yurub ha noqoto ama afrika ha noqoto meeshuu isleeyahay ilmahaagu kuma badbaadayaan diin ahaan waxaa waajib ku ah in uu ka wareejiyo meel diintooda ku badbaadaysa inuu geeyo wabillahi tawfiq bismillah raxmaan ruuxu hadduu meel kasoo safro oo meel kala yimaado meeshaana uu waqti joogayo safartiisiina weli ayna dhammaanin culimmadu laba ra'yi bay ka qabaan ra'yi wuxuu leeyahay inta uu safar yahay welina uusan degin intay dooniba ha dhannaatee xukunkii musaafirku qaadanaya qolyana waxay leeyihiin waa say u badan yihiin ra'yigan dambe laba xaalay u kala qaadayaan ruuxaasi magaalada yimid inuu og yahay waqti uu baxayo ooma safartiisii dib ugu noqonayo ama uu sii wadanayo iyo inuusan ogeyn oo ay ku xidhan tahay kolba danta magaalada dantaasina goray u dhammaasa uusan dhammaanaysa uusan garanaynin dantaasuu ku xidhan yahay waqti u cadoo u baxayana ma jiro labadaasay u kala qaadaan midda hore hadday tahay oo waqtigu baxaya garanayo afar beri wixii ka yar hadday tahay waxay leeyihiin musaafir wey weli afar beri wixii ka badanna waxay leeyihiin musaafirnimadii waa ka baxay waa kii wati caddaa waqtigu baxay ka labaad oon kala garanayna waqtiguu baxayo kuna xidhan kolba danta magaalada kaga xidhan gooray dhammaanaysana uusan garanaynin waxay leeyihiin isaguna wuxuu jaanis haystaa ilaa labaatan beri labaatan beri wixii ka dambeeya waxay leeyihiin hadduu sii joogo markaa musaafirnimadii waa ka dhammaatay laakiin labaatankaa beri intuu danta daba socsocdo goor u baxayana uusan garanaynin labaatankaa beri musaafir buu qaadanaya waxay daliishanayaan labadaba
xadiidkii nabiga tabuuq markuu tagay labaatan beri buu tabuuq joogay isagoo salaadaha jamcinaya oo gaabinaya. tan kalena waxay u daliishadaa nabigu sal lay slam xajkiisii xajatulwadaac afar beri buu magaalada maka joogay isagoo gaabinaya, maalinka shanaad inuu ka baxayo oo yowmu tarwiicana wuu ogaa oo uu baxaya mino iyo xagga u baxaya acmaashii kale ee xajka. taa tabuuqna waxay leeyihiin cadow buu sugahayay oo tabuuq ku sugahayay goor uu imaanayana muusan ogeyn, labaatan beri buu joogay, labaatan beri wixii ka dambeyna uu soo noqday. labadaa masalay u kala daliishadaan waana ra'yiga jumhuurtu qabaan, laakiin bacdu muxaqiqiin baa waxay leen sida sheekh ibnu cuhaymiin qaybkood, inta uu musaafir yahay intay dooni hadda naatee magaalada uu joogo safarnimadiisii ma tirtiraysale amasale marka khilaafiya noocaasa madhabkaas ay jumhuurtu qabto waana ixtiyaadku ku jiraa sida dadaalka ku jiro waa kaas wey macnaha wabillahi taqwa. anigoo safka labaad ku jira, safkii iga horreeyey waa qof ka soo baxay salaadii marka uu jiraa, qofka anigu kuma aadan, qofki ku aadana anigusan gelin. haddii aan anigu soo galo oo ka dalban qofkii aan soo hormaray oo salaadiisan aan soo hormaray maxay nomaysaa ma dib ba iga soo raacay sarwaalkiisa aan loo gargaaray daqaafad salaada qofkaas sameeyey ka gurtaa. masalada hore safka laga soo baxay waa inaad buuxiso, man qaطca safa qaطcahu اllah wman wasla safa wasalahu اllah. saf ruuxii kala gooye allah gooyo, ruuxii xidhiidhiyana allah xidhiidhiyo. haddii uu ruuxii ku aadanaa xidhiidhin waayo safka geli waayo ood adiga dhinac ka joogto, waa inaad intaad horey usoo baxdo adoon qiblada ka jeesanin, dhinac u socoto adoo qiblada usii jeeda, safkii markaad soo gaadhan aad soo gasho. hormarka aad dadka tukanaya hormartayna wax maanica ma jiro, sababtu waxa weeye dadku markay ma'muumin yihiin oo imaam leeyihiin waa la hormari karaa, ama u baaho ama ha u baahanin, waxaan la hormari karin marka waa imaamka iyo sutradiisaan la kala dhex mari karin. laakiin dadka imaamka ku xidhan ee ma'muumiinta iyaga waa la hormari karaa, mushkila ma leh. taana waxaa ku tusaya xadiidkii cabdullaahi ibni cabaas fii saxiix albukhaari, anigoo dameer saaran ayaan safkii oo lagu jira imid buu yidhi, markaasaan safka hore intaan dameertii soo hormariyey ayaan anigu safkii galay, buuri dameertiina waan sii daayay, markaasay safka qaar ka mida hormartay. xadiidkaas fii saxiix albukhaari baa laga qaadanaya in ma'muumiinta sutradooda ayaga in la dhex mari karo sutrana inuu baanay, man kaana lahu imaamun fa sutratu limaami lahu sutra, imaamku sutradiisa sutra. taas waa midaas masalada xigta, sarwaalka hoos loo dhigay waxaan ujeeda aanquga ka hooseeya waa dembi, waliba sida nusuusta laga faa'idaysanaya waa dembi weyn, macawiis ha noqdo, sarwaal ha noqdo, qamiis ha noqdo. nabigu sal lay wasalam, maa asfala min alkacbayni min alizaar fa fi nnaar, bu nabigu sal lay wasalam, hoos guntiga wixii aanqawga ka hooseeya waa naar. xadiis fara badan baa ku soo aroos. waxaa kaloo ka soo nabigu su sal lay wasalam, alisbaalu min almakhiila, maradoo aanqawga hoos looga dhigo waa xarraga kibirka, kibir ilaahay uusan jeclayn wey subxana wa tacala. hadugu ama waxaad tidhahdaa uma qastin ama niyadayda ma aha waxaad doonto akhri, laakiin cumuumka nusuusta iyo ilaaqooda waa saasa. ayib dembi inay tahay hadday cadaato salaadii ma buraysa, jawaabtu waa maya, salaadu waa asaxaysaa laakiin maca alithm. waa masale kale, maradan aad dheeraysay waa dembi goonidiisa, salaadiisa way asaxaysaa, maxaa yeelay maradan aqow ka hoosaysaay arkaanta iyo shuruudda salaada midna maaha, laakiin waa dembi goonidiisa, dembi goonidiisa salaadu waa asaxaysaa. xadiid baa jira abu daawuud ba ku sugan oo odhanaya ilaahay ma aqbalo musbilka salaadiisa, waana xadiis daciifa, kaas xadiiskaas ma sugo, sida sawaabka waxay salaadii way saxaysaa laakiin ruuxu waa dambiile. masaladaa in laga dadaalo baa dadka qaarkood waxay sameeyaan, sarwaalkii waa u dheeraya laakiin masaajidka markay soo gelayaan bay laalaabayaan, iyagana xadiis baa haysta. nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu reebay in maryaha iyo timaha la laabo, maryahana lama laabi karo salaada dhexeeda, timahana lama celin karo, cawdadii kaa soo dhacday ma celin karti, maradu hadday baahdo ma celin karaysa, maradii hadday fidsanayd ma celin karaysa, adiga seed yeeli mar, mana laabi kartid mana ku tukan kartid. yaa
هذا يسيلي ما قرب هذا صوقة أصلا هي مشكلة ده ما رجع شيء صوما إلى هم يا غيابنا وإذا كنت أنت أنت وكلور نمر كتشو بتاع ما قال سلاد صوقة الإنسان تشبينه هي ما إلى ما غياب إذا إلى إلى ما غياب كده سبحانه وتعالى خلقه سلاد هذا كتشو تلا وخلق هذا سلاد بنان كده كتشو تلا وخلق محاطي وكتشو هذا سروال كأمام مرضى أنقى وكتشو أنت أمك كرجيس وعيبة بسوق قري دور كرول دور محو هاي خلاك قال ما هنا أنت تجيزه محو هاي ليش تبكي طلع أتلا هذا حبا يجابي لكن على وياه وين السلالة حبا ضد كعبك وحبا كله مه مرنا السروال كله داري يستايل بحني ما هو يستع ضد بكله صنف هاي وهو يستع السروال كاتي له داري يو ولا تشيله وقشن كحاله هنا بالبحني ما تايب مر مر كعبك تلفزيوننا ده يو حصل لقى معمولة واحد توصية سروال كين لقي لوج أكس البحني ما يو قاضي ما كان سول لوج كيني شري كيس سروال كتشيله ما أنت لوج وتشوجا ورمعه وقطع واحد كلامها تلفزيون وقطع إنك تلفزيون من عمر تري قاله ليه محمد بأمر كيس من عمر تري هاي سروال هذا يقدر كهلا قاب صنو أنا قوقة هاللوج سيما هدي كله هلا جسر يصير ولا يتوفي سلاس صدحات ما شتتيه صدح ما بتشوا مد ما شتتيه ما ماصل أريد أن أقول لك موليد واحد من دوار دقي، وكتش على تين، وليدين كير لا يبعد. موليد جوحة كديدني، دين إلهي كمدمع، قرآن ككمتشرو، أحاديث النبي قال ما لقوا ما هي، سحابة دي سهلن أو كمد الله جماه هي، أرض ضوئي التابعين ليلا نهلن أو كمد الله جماه هي. صدح بقول أصلا، ونبي محمد كذب بيسير صلوات ربي السلام عليه أو أماني موليد لمسة بنتين لمن أكون، أنت اسمه يذكر في لنتا إن موليد كلا نعم، يا، وقول في لنتا مسكون في لنتا، وقول في لنتا، نجي إلهي واحد فهم سينا يوقف في لنتا، واحد قرآن اللي جواي، سنة اللي جواي، صدح لي قرنية ومضه فض بندينا اللي جواي. بل وحى أني كنت أودك وكنت عليه سيم عويه حضي خير أدمونيس خير الله باتشنا أو كتابك كليان سنة أنا كليان أنا لبونا كريم إلا شيطان بقى وكنت عليه سيم موت وحبا مددك اللي قد بل الله باتشنا هذا خير دون تهيو إلهي ما نقول وانا يا ليضا خير الله باتشنا وكتاب إيا سنة كليان لإجمعنا كان مقن ما تكلم مكمل تدي دو دو شعلاتي دو ضك كل ده قال أنت أنت بدعاء عن شيرين أتكم بتدش قلنا كلام هذا وين نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه بركة الإيمان إيه دين توي دم يستر بالدين دم أبو نبي محمد كتير اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين لما يستربوا نبي محمد كذب سلامات ربنا السلام عليكم موليدك ما دام الدين تو أيضا ما يسترنتو ميرو كجلا ملأ والبوحة ميرو حلق يشوا ملأ ملأ دين تاني نبي محمد كل ما يهدى لما يسترني سيادنا ما أقبشه نقصنا ما أقبشه وحي الغصة ضرورة عبادة الله قد قلنا وبدع نبي محمد نبي حولي بدع أول بواب بارية إسكتشنا صلوات ربه وسلم عليه إياك سمعي أو كسو تشيدا هذا دي ويدزان تاريخ ذا مركز دي بلورع وكتاب كمقريزي الخطط والأثار بالكتاب كيساس وننك الشيقي موليد عدي باللوضي قرنقي أفراد بالله بالله نبي محمد قرن موتين صدح بقول إيه زيادة صنب موتين موليد بكو تاريخ السوق للمسلمين يا بلاوي وحا بلاوي يقول إن من لديه جري فاطميين
oo taariikhda ka talin jiray qornigii 4aad 5aad baa waxay ka talin jireen masar iyo magrib al-arabi baa ka talin jireen niman shiica asal qodob ah ayay shiica hadana si xad gudubto si xad jira oo faatimiyiin la yiraahdo culaydiin loo yaqaan qaraamiito la yiraahdo magacyadaas oo dhan bay lahan jireen waa nimanka ay isku waafaqeen culimada islaamka ee waaga joogtay inay gaala yihiin baladka ay ka taliyaanna waxay ku magacaabeen inuu yahay baladu kufrin balad islaam ah al-imam al-dhahabi alayhi rahmatullah markuu u tarjumayay madaxdoodii rag ka mid ah oo siyar gacalama nubala uu ku soo arooriyay rag waxaa ku jiray sheegtay ilaahnimo iyo rabbinimo waa nimanka cubaydiyiinta ee mawlidka bilaabay niman marka gaala ah oo murtadiin ah oo aan diin lahayn oo khubsi oo dhan kulansaday baa mawlidkan bilaabay ha bilaabeene weliba mawlidkan keliya ma ahayn intaasoo mawlid bay lahayn mawlidu nabi mawlidu cali mawlidu faatima mawlidu xasan mawlidu xuseyn mawlidu xaakim alqaa'im nabiga mawlidkiisa cali mawlidkiisa xasan xuseyn faatima iyo ninka madaxda maalinkaa taagan mawlidkiisa qoladan marka wixii waa soo wareegay waa socday waa socday waa socday waa socday dad nabiga iska jecelo muminiintu nabiga waa jecel yihiin qalbigooda jacayl ugu jiro laakiin jahli badan uu sunnada ka haysto baa wixii iska soo qaatay marka waa la judbaysan yahay nabiga loo judbaysan yahay waa la maqaansan yahay jacaylkii baa dadka ka dambatay waxaa la yidhi marka nabigii aan weynayno maxaan ku weynaynaa habeenkii u dhashay aynu isu nimaadno oo waxoogaa ha laysu keeno waxa la akhriyo raashiin ha la cuno masaakiintu ha dharagto wabillahi towfiiq waxna aan qaadqaadno laysma weydiina xagee ka soo jeeda waxaan la qaaday muxuuya waxaan la qaaday haddaad akhridaan kitaabka mawliidka haddaad akhridaan mawliidka soomaali baa tihiinan carabigana aada fahmaysaan shareecadana aada wax ka garanaysaan weliga iyo allaha meel mawliid lagu akhriya maada fadhiisateen shirkiga ku jir iyo gaalnimada ku jirta iyo khuraafaadka ku jira ma malayn karta ayaga waxay ku leeyihin nebi ammaan waay waa nebi ammaan war nebi ammaan maa nebi ammaan maehe meesha khuraafaa ka buuxda barazanjiya waxay u qaybiyaan daybici mawliidka labada qaybood waa barazanjiya waxaan la qaad akhriyaa barazanjiga iyo daybiciga khaasatan kan barazanjiga markaad akhrido khuraafaadka ku yaalla waxaa ka mid a alle nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu abuuray wuxuu ka abuuray nuur nuurku nebi maxamed ka abuuray nebi maxamed markuu abuurayna nebi maxamed baa laga abuuray khalaa'iqda intooda kaleo dhan warkaasi ma runba ya qur-aanku ma sheegay nebi maxamed maxaa laga abuuray ya ama caawa garan wayaa nebi maxamed wuxuu ka abuuray qul inamaa ana basharun milukum samahe qul inamaa ana basharun milukum basharku muxuu ka abuuray roobuu ka abuuray nuurkan ayaa ka abuuran malaa'igtaa ka abuuran ninkii yidhahda nebi maxamed nuur buu ka abuuray bimacnaa waa malag waa soo ma ninkii yidhahda nebi maxamed waa malag ma runtii waa masabeenti beenti waxaasuu akhrinayaa nebi ammaan baa ku jiraa buu leeyay nebi ammaan ma khuraafaada waxba ka jirin waa istigaafaa ku jirta ilahay qeydka wax la weydiisanayo malaa'igta wax la weydiisanayo khuraafaad waxaa ku jira xataa naftaadu aynan rumaysan karin nebi maxamed hooyadii maalinkay dhalaysay uurka ku waday habeenkay foolanaysay malakul jibriil iyo mikaa'iil iyo nebiye isu yimid oo ka umuliyey bay kuleyay waxay akhriyayaan buu ku jira khuraafaad maa bacdaha khuraaf wax asaatiiroo la rumaysan karayn baa la leeyahay nebi ammaan baa ku jira nebi ammaan maaha wax diinta lagaga baxaa ku jira khuraafaad baa ku jira wax diin la'aanaa ku jira wax la akhrinayo ta kaleeto nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddii la karaamaynayo la sharfayo ma waxaa lagu sharfaa ilahay baan idinku dhaariyey nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wixii adduunka markuu joogay uu noolaaba uu isaguna diiday aalubeydkiisana u diiday oo uu yidhi waa dadka wasakhdooda wasakh weeye ha qaadanina haddii la yidhaahdo nebi maxamed baa hadda la siinayaa lagu karaamaynaya ka warrabo sadaqada iyo sikada iyo nebiga miyay u bannaanay ma qaadan jirin ma qaadan jirin aalubeydkana ma qaadan karaan mana ayna qaadan jirin maxay u qaadan waaye innamaa hiya awsaakhu nnaas buu nabi sal ly sadaqadan iyo sikadani waa dadka wasakhdoodii waay xoolahooda wasakhdeedii weeye aalubeydkuwa intaa waa ka sharaf badan yahy nebiguna intaa waa ka karaama badan yahy wasakhdaa inuu qaato
wixii loo diiday intuu noolaaday baa hadda wadaadadu intay wareegaan bay magaca nebiga wax ku ururinayaan. Way leeyihiin mawliidkii nebiga soo dhow habraha farqahooda waxa ku duuban bay ka soo furanayaan. maxaa looga furanaya? cala shani nebigii baynu karaamaynaynaa, waa sadaqadii nebiga, waa macnaha waxa weye mawliidkii nebiga, waxbaa la ururinahaya. war nebiga meelaha kaga dhicin. haddaad risiq doon tihiin, qaab kale risiq u raadsada. laakiin magacii nebi maxamed baan sadaqo ku ururinaa, nebigii baan sadaqo u ururinaynaa, waa gaf weyn iyo meel kaga dhac nebiga lagu samaynaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. khaladaad waaweyn baa marka walaalayaal ku jira. mawliid waxaan ku diidnay diinta ka mid maha, waa bidco, shareecadu ma qabto, ruuxa samaynayaay waa gafsan yahay, saasaan ku diidnay. ee ninka jecelow maxaad ku jeclaatay adigaa mudan in lagu weydiiyo. hada wabillahi towfiiq, wsal allahuma wasalam calaa nabiyina muxamed wala alihi wasaxbihi. allah caafiyo saaca musalli sala sheekh ilaahi subxaana wa tacaala caafiyo ayada iyo inta muslimiinta jiran. allah subxaana wa tacaala caafiyo dadka dhibaataysan, ilahay dhibka ha ka qaado. ilaahi subxaana wa tacaala waxaan baryaa inuu khayrka inagu kulmiyo, khayrna na siiyo, xumaantana inaga safiyo. subxaanaka allahuma wabixamdika, ashhadu an laa ilaha illa anta, astaghfiruka wa atuubu ilayk.